في الدوري طبعا، بس بشكل عام مش بس بتيشرت النادي الاهلي. خلينا نروح لموضوعات كتير جدا، اولها كاس العالم. يعني حقيقة قبل ما اتكلم في كاس العالم اللي جاي، عايز اقول رساله، انجاز التعبير، رساله للاعيبه مصر اللي ممكن ان شاء الله يكونوا املها وامل المصريين في التاهل لكاس العالم 26. متخيلين واحنا على بعد ايام من بدايه او من انطلاق بطوله كاس العالم قطر 22، كان ايه هيكون احساس المصريين، حجم الاحساس بالسعاده والفرحه والتشوق لبدايه البطوله لو منتخب مصر كان مشارك. امانه انا كمواطن مصري مش بس نفسي اشوف بلدي في كاس العالم، لكن نفسي كمان اشوف المنتخب المصري بيقدم كرة حلوه، ومش لازم يكون بينافس على البطوله، بس على الاقل قادر يكسب ماتش او اتنين او يتاهل حتى للادوار الاقصائيه. نفسنا نشوف حاجه تليق الحقيقه بتاريخ الكره المصريه وبامكانياتها وبقدراتها وبنجومها، لكن قدر الله وما شاء فعل. الاهم ان احنا ما نستناش كتير، والاهم ان شاء الله يكون في امل، ونتمنى طبعا التوفيق لروي فيتوريا، لانه بيتقال انه راجل جاي على مشروع، ومفيش مشروع اهم عند المصريين من الوصول لبطوله كاس العالم. لكن مش بس كاس العالم، لكن كمان قدره المنتخبات العربيه والافريقيه اللي كمان هنقف في ظهرها. يعني احنا كمنتمين لقاره افريقيا عايزين نشوف منتخب افريقي زي السنغال مثلا او الكاميرون، او منتخب عربي زي تونس او المغرب او السعوديه بيعملوا حاجه في كاس العالم اللي جاي. فهنتكلم عن كاس العالم، وهنتكلم على ماتش بلجيكا، وهنتكلم بالتاكيد طبعا على الاهلي تحت القياده الفنيه للمدير الفني الجديد مارسيل كولر، ولا ما بقاش جديد قوي، تعودنا عليه خلاص، مع واحد من نجوم الكره المصريه ونجوم كاس العالم 90، كابتن مجدي طلبة، ضيفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا كابتن مجدي. مساء الخير يا استاذ احمد. يا كابتن مجدي، احنا استنينا 30 سنه عشان نوصل كاس العالم يا كابتن. أيوة مجدي. عدى 30 سنه مستنيين كاس العالم. أيوة صح. وعلى فكره خليني اقول لك حاجه، انا يمكن كنت يعني بدردش معاك قبلها، يعني اللي عاش كاس العالم 90 ما اتبسطش قوي بكاس العالم 2018، او ما حسش انه ان احنا رحنا تاني كاس العالم 2018. تظل ذكرى 90 هي الغالبه او هي الحاضره او هي الاقوى عند المصريين، مش عارف متفق معايا ولا تختلف؟ متفق بشكل كبير جدا، لانه مساحه النجوم اللي كانت موجوده في 90 مختلفه عن النجوم في 2018، وان كان فيهم السوبر ستار صلاح، انما النتائج كمان والاداء اثروا بشكل كبير جدا على المردود بتاعنا، وعلى الانطباع اللي خده الشعب المصري والجمهور المصري عن المنتخب في ادائه في كاس العالم. وانتوا رايحين كاس العالم 90 مع كابتن جوهري، كان برضه بقى لنا فتره طويله قوي ما رحناش كاس العالم. كان حاجه من 34 تقريبا، يعني قعدنا احنا لازم نضرب لنا كده ثلاث عقود عقبال ما وانتوا رايحين كان عندكم رهبه؟ كان عندكم، خصوصا انتوا كان معاكم يعني برضه يعني منتخبين من ثلاثه من العيار الثقيل، يعني هولندا يعني كانت بطل اوروبا 88، انجلترا طول عمرها مهما كان مستواها متراجع قوه عظمى. يعني هل كنتوا رايحين بامل انكم تعملوا حاجه؟ كان في هدف معين متفقين عليه مع كابتن جوهري كواليس ما قبل الذهاب، وايه اللي اختلف وانتم موجودين في ايطاليا؟ طيب من البدايه انا كمجدي ما كانش عندي رهبه خالص. ما اعرفش ليه، يعني انا مش عارف ليه، مش قلاطه ولا ما كنتش لسه احترفت يا كابتن مجدي؟ لا كنت احترفت. كنت احترفت؟ يمكن عشان كده ما كنتش حاسس بان في حاجه صعبه قوي هندخلها او ما كانش عندي الشعور ده. انما الشعور اللي كان عندي انه، وده كنا متفقين عليه كلنا مع كابتن جوهري، ان عايزين اسم مصر يبقى موجود في كاس العالم بشكل الناس تعرف يعني ايه مصر في الكوره. لان قبل كاس العالم ما حدش يعرف يسمع عنها اي حاجه خالص. وده كان مأثر علينا في مبارياتنا الوديه الدوليه واشتراكاتنا. عملتوا معسكر اعداد مع كابتن جوهري؟ نعم، بعد ما وصلنا كاس العالم. بعد ما وصلتوا كاس العالم، بعد ما وصلنا كاس العالم، بعد ما كسبنا الجزائر، بعد ما وصلنا كاس العالم بقى كل الدول عايزه تلعب مع مصر. انما قبل كده وفي تصفيات الكاس العالم 86 ما كانت في فرق كتير بتشترك فيها وبتعمل مباريات وديه قبل دخولها كاس العالم. ما صدفتش ان في حد من اي منتخب في العالم جه يلعب مع مصر قبل ما يروح كاس العالم 86 مثلا. انما بعد كاس العالم 90 بقت خلاص مصر مركز في افريقيا منور. كل دول العالم عايزه تشترك معاه، خاصه ان الاداء واول مشاركه لينا بعد فترات طويله كان مشرف جدا وكان مسمع في العالم كله. عملنا فيه كل حاجه، عملنا فيه اداء كويس، عملنا فيه نتائج جيده،
عملنا غير تسببنا في تغيير قوانين في كره القدم. ايوه دي ما اعرفش ايرلندا الشهير طبعا طبعا ست ثواني. فاحنا عملنا كل حاجه. أيوة. عملنا كل حاجه يعني، وخاصه ان احنا كنا في مجموعتنا كان في بطل اوروبا وهولندا في التوقيت ده طبعا، رود خوليت بالظبط كده، وانجلترا كانت من وانجلترا كانت من الفرق القويه في الوقت ده. فكان في سبوت على المجموعه بتاعتنا. كان في سبوت كبير جدا لان كانوا معظم نجوم العالم، والمجموعه كانت كلها فاكر انا كلها تعادلات يعني. ايوه بالظبط، يعني احنا كنا تعادلنا ماتش انجلترا بالظبط، كنا ممكن ندخل في حصل كومبينا بقى في الناحيه الثانيه انه اتعادلوا 2-2 هولندا وايرلندا، هولندا وايرلندا. أيوة. فكان حتى لو احنا تعادلنا مع انجلترا كان حد فيهم هيطلع عشان الاهداف. ايوه كان فرق الاهداف. انما أنا فاكر في الماتش ده احنا كنا قريبين يعني، كنا قريبين حتى جدا بعد ما سجلوا. فاكر كره الكابتن جمال عبد الحميد على ما اتذكر. أيوة. يعني ايوه مش عايز اقلب المواجع بس هي اتحسبت اوف سايد تاني. مش فاكر مش فاكر الاوف سايد. انا فاكر الفرصه اللي يعني هي كانت فرصه. فشيلتون اعتقد كان هو حارس مرمى انجلترا في الوقت ده، كان شيلتون. كان شيلتون صح. وضاعت اخر كاس عالم ليه. لكن تبقى الذكرى حاضره عند المصريين لغايه النهارده. اتكلم في 32 سنه طبعا. اللي شاف كاس العالم ده او اللي حضر كاس العالم ده كانت فرحه المصريين. واللي ما شافش بيتفرج على اليوتيوب دلوقتي. في جيل اتظلم انه ما راحش كاس العالم. طبعا طبعا. جيل كابتن حسن، كابتن حسن شحاته 2006 2008 احمد حسن 2008 2000 تريكا وشوقي و 6 8 10 ده جمعة. كان جيل عظيم طبعا. جيل عظيم يعني، من الاجيال المؤثره جدا في تاريخ كره القدم في مصر يعني. افريقيا زيدان عمرو زكي في تيم كبير كله. التشكيله كلها. تفتكر لو كانوا نجحوا في الوصول لكاس العالم كان ممكن يروحوا لبعيد ولا كان ممكن يروحوا كان لبعيد. ممكن لان كابتن حسن طريقه اسلوبه في الشغل مريح. يعني ما هوش مش 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 ما يضغطكش فوانس ان انت ما بتضغطش بيخليك تحاول تخرج كل اللي عندك بحريه، غير لما تحاول تخرج اللي عندك تحت رولز لازم تتعمل، لازم ده بيفرق مع اللعيبه. طب خليني اقف معاك في الحته دي وهكلمك على سؤال. انه في اوقات طبيعي جدا في كل حته في الدنيا يبقى في ابس اند داونز يعني. كيرف تلاقيه فوق كيرف تلاقيه تحت. لكن حتى في مصر هنا مفيش فتره طولت معانا زي الفتره الاخيره دي يعني. تمانينات 86 خدنا بطوله افريقيا صح. ايوه 90 تاهلنا كاس عالم، 98 خدنا بطوله افريقيا، 2006 و2008 و2010 خدنا بطوله افريقيا. فكنا دايما قريبين. مش عارف ليه كاس العالم دايما هي المشكله، سواء انديه او منتخبات دايما مصر يعني ما بتقعش كتير. لكن وعلى مستوى العشر سنين الاخيره كانديه الاهلي عامل ريكورد في افريقيا كلها. لكن ليه دايما في مشكله معانا في كاس العالم؟ وليه دايما مش عارف هل هو حظنا ولا عقليتنا اكتر، انت تحسبها ازاي؟ انه في اوقات حتى بتبقى فرص المنافسه مع المنتخبات اللي في المجموعات سهله واحنا بنضيع فرصنا بايدينا. لان احنا لا نجيد اللعب والشغل من خلال معسكرات قصيره وضيقه. ما عندناش دي. لازم يحصل معايشه ولازم يحصل، لانه يمكن دلوقتي الامور تبقى افضل، انما قبل كده كان كل شيخ له طريقه في التدريب بتاعه او في شغله مع الفرقه بتاعته، وبعدين يجي المنتخب بيقعدوا اسبوع ماكسيمم. ما اعتقدش انه كان بيقعد ماكسيمم حتى اسبوع. وبعدين يشتغل على الماتش، يخش يشتغل في الماتش، فبيبقى فيه جفاء بعيد. انما في البطولات المجمعه بيبقى في فترات التجمع قبل البطولات المجمعه يعني. ليجا ليه بيبقى عندك 3 أسابيع تقريبا. انت تقصد ان المعسكرات الطويله هتفرق نتيجه طبعا مع اللاعب المصري، خاصه انه عناصر اللياقه البدنيه بتبقى متساويه. انما في الاوقات القصيره مش كل تيم بيتمرن زي التاني. ايوه ومش كل مدرب بيتمرن زي التاني. وبعدين الاوقات اللي بتتكلم فيها كان علم التدريب عند كتير من المدربين مش قوي، اعلى حاجه يعني. مش قوي. ايوه فانت كنت لو انت اتفرجت على المباريات دي تاني او رجعت الشريط هتبص تلاقي ان من اهم الاسباب هو عناصر اللياقه البدنيه. ان انت ما كنتش متوافق مع التيم الفرق المنافسه ليك بدنيا مش فنيا. بس احنا يعني لو كنا الى حد ما كنا فتره من فترات الى حد ما قريبين، بيتهيألي البدني فرق جدا في اوروبا. امبارح اتفرجت على ليفربول وتوتنهام.
90 دقيقة فيها كمية جري وفيها قوة وفيها سرعة طبعا كرة تانية خالص. ما ننساش ان المناخ عامل مؤثر. المناخ عامل مؤثر، يعني هو بيشتغل في درجة حرارة، احنا في شهر نوفمبر دلوقتي هو بيشتغل في درجة حرارة 7 8 9 بالليل في الوقت بتاعه ده. احنا هنا دلوقتي 27، فانت متخيل درجة الحرارة 27 بتلعب مباراة ودرجة حرارة 9 بتلعب مباراة. انت هنا مهما سخنت ومهما حصل مهما جريت شعورك بالتعب مش زمن شعورك بالتعب مش زي زمن شعورك بالتعب في البلاد الحارة ودرجات الحرارة المختلفة. زائد طبعا اكيد 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 طرق التدريب عنده وطرق الاحمال هو بيشتغل مختلفة طبعاً. مختلفة والتغذية كل حاجة وكل حاجة. طب اجي معاك لنسخة كأس العالم اللي جاي، عندنا اربع منتخبات عربية تشارك، ومنهم اثنين طبعا من ضمن خمس منتخبات افريقية. هبتدي بالعربي، عندي من شمال افريقيا عندي تونس والمغرب، ومن الخليج العربي عندي المملكة العربية السعودية وقطر البلد اللي تستضيف البطولة. شايف ازاي مستويات الاربع منتخبات دول، وهل تتوقع ان في منتخب منهم يقدر يروح لبعيد، يقدر ينافس، يقدر يتأهل على الأقل عن مجموعته، ولا شايف ان الدنيا صعبة؟ لا انا شايف انها صعبة، بس انا شايف تيم المغرب عنده حظوظ، يعني هو اكتر تيم في الفرق الأربعة عنده حظوظ انه ممكن يتخطى دور المجموعات الستيج جروب. انما بقية الفرق ممكن تأدي أداء كويس في ماتش في ماتشين، إنما النتائج لا هتبقى صعبة شوية، لأنه بالرغم من إن الحضور الجماهيري ممكن يفرق كتير، مع المفروض إنه يفرق كتير مع الفرق العربية، يعني السعودية طبعاً أكيد، السعودية قطر والسعودية نص ساعة طبعاً، فجمهور نسبة الجمهور السعودي هيبقى كتير جدا. ايوه وقطر في قطر بالظبط، انما بتاعتهم الجمهور ده عامل خارجي. ايوه عامل خارجي غير مؤثر، اللي هيأثر هو العامل الداخلي اللي هو اللعيب نفسه، التحكيم، الفار، كل دي هتبقى عوامل مؤثرة داخلية. لكن احنا الجمهور ما هلوش عليها على مستوى اللاعبين وبالذات افريقيا، يعني خلينا نتكلم على مستوى اللاعبين العرب الافارقة. في الخمس ست سنين اللي فاتوا كابتن مجدي حصلت طفره، حصلت نقله. اكيد طبعا، يعني انت بتتكلم على انه في تقريبا في كل المراكز المهاجمين والاجنحه والمدافعين يعني عندي اشرف حكيمي، صلاح طبعا نجم واحد من اهم نجوم الكره العربيه في اوروبا، اشرف حكيمي، حكيم زياش، رياض محرز، ياسين بوفال، يعني في النهارده عندنا لعيبه على سكيل العالمي. ليه المنتخبات ما تقدرش تعمل، يعني ليه المنتخبات ما تقدرش تعمل في الاخر دي؟ بتتكلم عن في الاخر عن واحد. ايوه ما بتتكلمش عن جروب، ما بتتكلمش عن اربعه خمسه في التيم. ايوه عشان يطيروا التيم يشيلوه. بتتكلم عن واحد، الواحد ده لازم اللي حواليه يكونوا بيجاروه، تمام، لازم يكونوا مقربين منه. ايوه فانما واحد في 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 وادي وبقيه التيم في وادي اقل شويه لا بتبقى انما لو قلنا 3 4 لا خلاص كده احنا لو اتكلمنا ان كل خط فيه حد هتفرق. كده كده انا افهم من كلام كابتن مجدي انه اذا ما كانش يراهن على المنتخبات العربيه فممكن يراهن على المنتخبات الافريقيه، لانه اذا كان بيقول 3 4 فانت عندك منتخب مثلا زي السنغال لا في 5 6 تقال، في منتخب عيار تقيل، هل ممكن منتخب افريقي يعمل مفاجاه؟ مفاجاه بستناها من سنين وشفت اجيال كتير جدا، في يعني جيل يايا توري ودروجبا في كوت ديفوار كان يستحق انه يروح لبعيد، جيل السنغال حاج جوف كان يستحق انه يروح لبعيد. لكن في جميع الاحوال خلينا نسمع وجهه نظر كابتن مجدي طلبه في فرص المنتخبات الافريقيه في كاس العالم الجاي، بس بعد الفاصل. افريقيا ضيعت فرص كتير جدا في انها تروح لبعيد في كاس العالم. انا يمكن قلت اتكلمت على دروجبا ويايا توري الجيل بتاعهم مع كوت ديفوار، واتكلمت على الحاج جوف جيل حاج جوف في 2002، وفي اجيال تانية كتير، يعني جيل نيجيريا مثلا نوانكو كانو مع جاي جاي اوكوشا، جيل ايتو في الكاميرون، منتخبات كانت لازم تروح لابعد من كده في كاس العالم.
هل ممكن يعملها منتخب السنغال؟ وانا بشوف انه السنغال ممكن يبقى الاقرب، او غانا او الكاميرون. خلينا نسمع راي كابتن مجدي طلبه ضيفنا ونجمنا النهارده في السادسه. بتشوف فرص المنتخبات الافريقيه افضل نسبيا من المنتخبات العربيه كابتن مجدي؟ طبعا قولا واحدا واحدا، لان هم اولا نسب السوبر ستارز اللي عندهم على الكره الليفل الهاي ليفل اكتر من اللعيبه المنتخبات العربيه. دي نمره واحد. نمره اثنين، الارقام اللي قبل كده بتقول ان هي المنتخبات الافريقيه هي اللي بتعدي الدور عدد الادوار الاقصائيه اكتر من الدول العربيه. المشكله في الدول الافريقيه، الفرق الافريقيه، المنتخبات الافريقيه، انها ما بتوصلش لابعد منه، بتبعد عنه، علشان ان الاتيتيود بتاع لعيبه افريقيا مع منتخباتهم غير في اوروبا، غير في درجات غير الانديه بتاعتهم، درجات الالتزام والانضباط بتاعتهم اقل بكتير. عشان كده لما بيجي لهم كوتش هو اللي بيسيطر على المجموعه، بتلاقي الفرق توصل لابعد من كده. طيب يعني جيل نيجيريا اللي خد ذهبيه الاولمبياد كان جيل مميز جدا، وكان يستحق الحقيقه يوصل لبعيد جدا في كاس العالم. شوف في الاولمبياد كان الكوتش بتاعهم مين، وكانوا ماشيين ازاي، وعاملين ايه، وشوفهم في كاس العالم كان بيعملوا ايه. هي قصه كوتشنج سيطره. مش انا ممكن اكون عايز، اصل لعيبه افريقيا في اللعيبه الافارقه في المنتخبات بتاعتهم بيبقوا عندهم نوع من انواع الشعور بالذات اكتر شويتين من الانديه. الانديه في اوروبا ما فيش هزار. بس برضو مجد شخصي، يعني بتهيألي اي لاعب بيحلم، ما هو عاوز يلعب في كاس العالم، هو عاوز يحقق ده. بس هو عايز يحقق ده بطريقته، مش هيحصل. ولما ده عايز يحقق ده بطريقته وده بطريقته، دي وجهه نظري انا في تحليلي للمنتخبات الافريقيه، ماذا والا ما عندهمش مانع خالص ان هم يترقعوا لاي حد في اوروبا. يعني القدره موجوده. أيوة. القدره موجوده والامكانيات موجوده، انما الـ 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 الاصرار على انه يعمل دوت والانضباط، اعتقد هي دي المشكله الكبيره اللي موجوده عندهم. هو اساسا اهم وابرز نجوم اوروبا النهارده من اصول افريقيه. بالظبط. يعني بالزبط. كريم بنزيما، كيليان امبابي، بالظبط، مش دول اهم نجمين في فرنسا من اصول افريقيه؟ ولو شفت على الصعيد الثاني وصلاح ما اصول افريقيه، احنا افارقه، ساديو ماني من اصول افريقيه، بنتكلم على اسامي ثقيله جدا. فرنسا لما خدت كاس العالم خدتها بتشكيله اغلبها 90% منها اصول افريقيه. فالموضوع تراهن على مين في الثلاثه؟ غانا، الكاميرون، السنغال، مين حظوظه اكبر يعني؟ انا ارشح السنغال. لان باين عليهم، والحته الانضباط اللي انا بتكلم فيها دي موجوده، اكتر تيم افريقي موجوده فيه هو السنغال. ده باين عليهم جدا جدا، حتى من تصريحات الكوتش بتاعهم باينه، يعني بتبان. مع او ضد فكره زياده عدد منتخبات اللي بتشارك في البطوله؟ كان في فكرتين، فكره بتقول انه نزود عدد المنتخبات اللي بتشارك في كل نسخه، او ان احنا نعمل بطوله كاس العالم بدل ما هي كل اربع سنين سنتين. كل سنتين؟ لا، هي كل اربع سنين. هي كل اربع هي سنين، هي كل اربع سنين. لان هو ده الرونق بتاعها والاشتياق. ايوه، ما انت التفاعل اللي بيزيد مع كاس العالم ده، كل كاس عالم عن الثاني، نتيجه سببه هو بعد المسافه ما بين البطولتين. أيوة. لو قربتها بقت زي الدوري، ما بقاش فيه الاشتياق. الاشتياق مش موجود. اربع سنين مده كويسه جدا، بس مع زياده انما العدد. مع زياده العدد عشان ندخل احنا. عشان هم لازم يزودوا عدد عشان ندخل يا كابتن مجدي. عشان ما عندكش تفاول في 26 يعني؟ لا، عندي. وقرايتك للجيل بس هيبقى اسهل. يعني لو اللي انا سمعته، ما اعرفش هيتحقق ولا لا، انه هيبقى 10 فرق منتخبات من افريقيا. أيوة. فده لو اتعمل يبقى انت نسب مشاركتك هتزيد كتير جدا عن ما كانوا 5. ده لو الخريطه ما اتغيرتش. في ناس كتير جدا اتقدمت بسرعه الصاروخ في الكره في افريقيا في السنوات الاخيره. طبعا. ده نتيجه انه البطولات الافريقيه ما اتحصرتش، كاسات الامم. أيوة. ما اتحصرتش في دول معينه بعينها. راحت لبوركينا فاسو، راحت ليه هنا، وراحت لهنا، وراحت هنا. طب خليني اخد اخر سؤال في منتخب مصر، وهينقلني بقى لمنتخب مصر ولقائه مع بلجيكا. هل بتشوف انه الجيل اللي جاي
يعني كانوا دايما يقول لك احنا حصل عندنا بسبب ظروف كتير جدا جاب بين اجيال معينه، فده ادى لتراجع المستوى في المنتخب. هل شايف انه الجيل اللي جاي يستلم او الجيل اللي يبقى قادر يقود منتخب مصر في تصفيات كاس العالم 26 عندنا القماشه؟ هل الكره ممكن الكره المصريه يعني يحصل فيها الطفره في خلال السنوات القليله اللي جايه دي؟ جدا. المنتخب الاولمبي اللي كان مع شوقي غريب في اولمبياد طوكيو مع المنتخب الاولمبي اللي موجود مع روجيرو ميكالي النهارده بيقولوا انه في قماشه حلوه جدا تراهن عليها في مستقبل الكره المصريه. بص، مصر في كره القدم وفي الرياضه عموما وفي كره القدم خاصه ولاده بشكل كبير جدا. كل اللي احنا اللي انا بطلبه كل اللي انا بطلبه وبرجوه واتمناه ان المسؤولين في اتحاد الكوره وحواليهم في المناطق يتعبوا شويتين، يوظفوا مدربين مؤهلين بشكل علمي جيد جدا وبشكل خبراتي جيد جدا علشان يخرجوا الجواهر اللي موجوده ويجهزوها ويأهلوها. مش شرط، مش لا يكفي انك تخرج الجواهر اللي موجوده بس، في جواهر كتير جدا في لعيبه. النهارده بنشوف في منتخب مصر كام واحد اساميهم بالنسبه لنا جديده اول مره مش اساميهم بالنسبه لنا جديده ولاعيبين جيدين جدا مع الخبرات اللي هياخدوها ومع التجارب اللي هيخوضوها هيبقوا افضل دول بجانب المجموعه اللي ما دخلتش اللي عمالين نتكلم عليها، وده ما دخلش ليه وده ما دخلش ليه وده ما دخلش ليه، زائد المجموعه بتاعه المنتخبات الاولمبيه. لا احنا عندنا الكواليتي عندنا والماتيريال عندنا، بس المفروض ان احنا نكتر الشغل معاهم شويه ونديهم ثقه ونكتر المباريات الدوليه. لازم نكتر المباريات الدوليه. طيب هي الناس علقت كتير، انت عارف يعني دايما لما بنيجي نتكلم على مدير فني في نادي بالذات لما بيبقى نادي كبير او جماهيري يعني الجمهور بيبقى واقف، انت عارف على الوحده التشكيل كان ازاي، التبديلات اتعملت ازاي، لكن في النهايه القوام محدود والمدير الفني هو الاقرب للعيبه فبيختار في حدود المتاح قدامه وهو اضرب حاله اللعيبه. لكن لما بتروح المنتخب بالنسبه انا بكلمك وجهه نظر الجمهور واعلام، لما بتروح منتخب لا قصه القماشه اوسع اولا ده منتخب أكتر. مصر ما هوش نادي ملك الفئه معينه، ده ملك كل الجماهير المصريه. نمره اثنين انت عندك قماشه واسعه جدا 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 والناس شايفه ومتابعه وبتقدر تقيم، لا والله الاسم ده يستحق فعلا الانضمام، الاسم ده ليه خدته وعليه علامه استفهام، والاسم التاني ده كان متالق ومكسر الدنيا ليه ما خدتوش. فتبقى دايما الحته دي مع المدير الفني لاي منتخب وطني كان او اولمبي بتبقى دايما مثيره للجدل. واختيارات حتى لوي فيتوريا الاخيره برضو يعني اثرت كتير من علامات استفهام. شايف انه الراجل بما انه بيلعب ماتش ودي وما عندوش بطوله دلوقتي ولسه هيخش في ماتشات رسميه في شهر مارس من حقه يجرب ويلعب ويحسب حساباته الشخصيه، ولا من حقه يدي للناس مبررات انا بختار ايه هي المعايير او على اساس ايه اللعيبه والاسم اللي انا بخليه ينضم لمنتخب مصر؟ لا ما مش مع المدرب يدي مبررات لانه لو ادى النهارده مبررات هو مطالب بان كل اختيار يدي عنه مبرر وده مش صح. تمام انا عندي وجهه نظر بطبقها وبختار المجموعه اللي تناسب وجهه النظر اللي انا بشتغل بيها دلوقتي. وارد جدا وجهه النظر دي تختلف كمان شهرين ثلاثه بناء على الشغل والطريقه اللي احنا انما الاستراتيجيه واحده. وجهه النظر مختلفه حاجه والاستراتيجيه اللي بيشتغل بيها حاجه ثانيه. اسالك سؤال كابتن مجدي قبل دي معلش كريم فؤاد مثلا روي فيتوريا هو اللي بيختاره المعسكر اللي فات مظبوط وكان برضه عليه علامات الاستفهام اشمعنى انت خدت كريم فؤاد و و مش كده برضه؟ تمام النهارده بيبان لنا كريم فؤاد كريم فؤاد مظبوط بالشكل اللي احنا شايفينه الكواليتي بتاعه موجود ده اللي انا بتكلم فيه بقى الكواليتي بتاعه موجود انما انت ازاي تظهر الكواليتي ده؟ مش كل حد يقدر يعمل الكلام ده فهو النهارده مدخل واحد زي مروان عطيه لعيب جيد جدا لعيب جيد جدا 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 وجهه نظر انا الشخصيه ليه لعيب ما يقلش ابدا عن اي لعيب كوره في الحته دي في مصر انما عشان اسم جديد ومش مسمع قبل كده فالناس خاصه جمهورنا عايز كل جمهور عاوز اللعيب بتاعه هو اللي يبقى في المنتخب
المنتخب مختلف. ما بيتهيأليش في جمهور هيفضل مصلحه النادي بتاعه على مصلحه هو مش مفضل مصر. مصلحته أوه. هو شايفه احسن احسن واحد هو مش مفضل هو هي قناعاته ان هو ده احسن واحد احسن حد هو هي دي قناعاته ابني احسن احسن من اي احسن من الاولاد التانيين صحيح. انا عايز اقول لك مثلا يعني يعني ما حدش هيزاد علينا في حبنا للاهلي بس في ممكن يكون اسم في الاهلي تم اختياره ممكن يبقى مش في احسن حالاته وارد في جدا اسم تاني ممكن وارد جدا هو الراجل يعني وارد جدا انه بيختار الاسم اللي مش في احسن حالاته دلوقتي ده عشان يدخله الفورمه الدوليه عشان يدخله الجو الدولي علشان يدخله المجموعه عشان عايز يقول له ايوه شويه حاجات هو عايزها منه عشان يعملها. لما كنت بتبقى مثلا عايش فتره حلوه وانت محترف بره مصر مثلا ومتألق ومكسر الدنيا والصحافة بتكتب عليك والناس يعني طايرة بيك فتلاقي تجمع لمنتخب مصر اسم كابتن مجدي طلبة مش فيه. حصلت معاك قبل كده؟ حصلت معاك حصلت في البدايات طبعا. كنت بتستقبل ده ازاي وبيأثر عليك ازاي وهل بيبقى ليه أثر سلبي عليك حتى في الملعب مع النادي بتاعك ولا لا لا لا, لا, لا مع النادي بتاعي خالص لأنه بتأثر شغل وبعدين أنا مبسوط يعني انا في النادي بتاعي بس في حته برضو في حته مضايقاني تعباني الحته اللي متعباني اكتر انه ايه ان انا بشوف ان الناس التانية مش مقدريني كويس مش قادرين يقدروني لغايه دلوقتي كويس انما هتيجي يعني انا لو سبت نفسي للقصه دي لا هبقى كويس هنا ولا هبقى كويس هنا انما العقل يفكر فيها بان طول ما انت رجليك في الملعب جايه الفرصه يعني امتى هتيجي ما تفكرش ان العائل انما هي جاي العائل يفكر انه هتيجي الفرصه جايه جهز نفسك عشان لما تيجي الكلام ده بنقوله واتقالنا قبل كده واحنا بنقوله للاعيبه اللي جايه ده مهم جدا. طيب تعال اخدك لماتش بلجيكا وايه المنتظر مواجهه صعبه جدا في توقيت صعب جدا مع واحد انا يعني بيتهيألي لو ذاكرتي ما تخنيش مش فاكر ماتش جامد قوي المنتخب مصر مع منتخب من العيار الثقيل من ساعة كأس العالم للقارات اللي هو تسعة. إيطاليا والبرازيل يعني مش فاكر حاجة تقيلة في النص لعبنا في منتخبات أفريقية ولعبنا مع في كأس العالم ولو إنها ما تحسبش يعني ما تتعدش يعني لكن منتخب في تقل بلجيكا مش فاكر بصراحة لعبنا البرتغال قبل لعبنا البرتغال يمكن البرتغال صح قبل كأس العالم 2018 يبقى خلينا نقول من ساعة البرتغال ما قابلناش منتخب مصنف أو منتخب مرشح بالكم الكبير جدا من النجوم ايه الاهداف يعني هل تتوقع ان احنا نلعب مباراه هجوميه هل تتوقع هل مطلوب ان احنا نكسب بلجيكا مثلا وهي رايحه بعد ايام بسيطه جدا تلعب كاس العالم ايه الاهداف اللي ممكن يحطها مستر فيتوريا في مباراه بلجيكا ايه اللي احنا نستناه كجمهور عشان ما تبقاش احلامنا واملنا وطموحاتنا كبيره قوي فننزل على ارض الواقع فتبقى في صدمه مش توقيتها خالص. خليني اسمع راي كابتن مجدي بس بعد فاصل سريع واخير ونرجع نكمل كلامنا. مليان بتحرق عطلان على البحر على البر عيان بعد الشر الفرح فعزة تشربها مركزة فوق السرير تحت السرير بديكين مانيكير بالليل بالنهار بتدور على فار بتسمكر بزنجر عزمها بتبزر بتدندن بتلون الباي لسه بيتكون في المطبخ منور قطع الله ينور. بنك سعيد في أي وقت في أي مكان وتحت أي ظرف مش هيسيبك. نزل الابليكيشن دلوقتي من على أب ستور أو جوجل بلاي أو أب جاليري. سعيد موبايل بانكينج معك في كل مكان. محترف كلمة ما تتقالش لأي حد دايما جاهز للصعب بحركة واحدة بينجز ولو هيلعب يلعب بشروط تتفرج عليه وتتعلم
الخبرة مفتاح وأصل الحكاية عنده، مش بالكلام، بالحرفنة. المحترف الليلة الساعة 7:30 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. احنا جمهورك وأهلك وسايب واقف في ظهرك وفخور ان انا أهلاوي واللي بينا سنين حكاوي. أهلاوي أهلاوي أهلاوي. زي ما جمهور الأهلي حافظ تاريخه، بطولاته، لعبته بالأسماء، بنك سيب من سنين وهو في ظهر النادي الأهلي مجهود وعطاء. بنك سيب دايما معاك، دايما أهلي. للوصول إلى جماهير الأهلي، جمهور الأهلي وراك. للإعلان اتصل على 15-34 إيميل @dotsend@live-eg.net.